اليوم كان اجتماع مهم، حنا في اطار يعني تنزيل ديال واحد المشروع ديال الوكاله باش يعني تشتغل على هاد المناطق اللي هي الضغط كلها في المستقبل ان شاء الله، وغادي تقدم للحكومه في يعني في الايام المقبله، وهذا غادي يخلي انه يعطي جواب على يعني الكيفيه ديال التدبير ديال في المستقبل. وهاد يعني الوكاله لتنزيل كل ما جاء يعني وما تقدم لصاحب الجلاله من الاستثمارات اللي خصها تكون في هذه المناطق. وكان كذلك نقاش انه نفكروا بانه كاين مرحله اللي هي اعاده يعني البناء السريع في هذا ما يخص المدارس والطرق، واحد العدد ديال الانجازات اللي خصها توجد.